في السنين اللي فاتت لما كان بتحصل، وانا ما اقصدش لما استدعيها دلوقتي ان انا اقول يعني اسقاط على حاجه والله، لكن كان في ايام صعبه جدا عدت علينا، وكان كل حاسه بتحصل جوه مصر في اي حته، في الصعيد، في القاهره، في اسكندريه، وفي شمال سيناء، ويسقط فيها مصريين مدنيين او حتى من الجيش والشرطه او كده، يعني كان صعب علينا كلنا. لكن انا كنت شايف الناس، وانا قلت الكلمه دي قبل كده والله، انا في خلال المده اللي فاتت كلها، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله ازاح عنا هذه الغمه، ورب ما يرجعها تاني، لكن انا ما لقيتش مره واحده خلال لقاءاتي، وجدت كتير سواء في الجيش او في الشرطه او حتى في مناسبات اخرى، ما لقيتش سيده مصريه، زوجه كانت او ام، يعني وجت قالت لي كلمه يعني تألمني على موضوع سقوط ابنها شهيد او مصاب. ما حصلش، الصلابه جايه من هنا، القلب الحديد مش جاي ان انا انسان، لو جيت اهلي مش داعمين وبيجرحوني وبيزعقولي وبيلوموني كمان على واقع احنا بنعيشه، انا هتأثر مفيش كلام. لكن كان دعم الشعب المصري للحاله ديت اللي قعدت اكتر من 9 سنين، 9 سنين، ولما بقولها النهارده في يوم زي ده ما اقصدش ابدا غير ان انا بسجل الاحترام والتقدير والامتنان والاعجاب بكل مصري ومصريه. ربنا شكر شكر شكر. وقدرنا عشان كده نكمل ونتجاوز المرحلة دي. في ناس كتير قعدت، في دول قعدت تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة وما نجحتش، هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالي مننا يعني قلقانة جدا جدا، وبدون شك كان الموقف صعب وما زال صعب، صعب وما زال صعب، لكن ما كانش عندي شك ابدا في الناس. انا بقول الناس اللي هو اهلي، اهل مصر، ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله 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 تحيا مصر والدنيا كلها والوجود بالله ان شاء الله. شكل جدا.